هلا خالي. اي خال؟ تخليت ويا خال؟ خايفين ما حد يعرف. سويتوها يوم اسود الوي. انا جاي عندي كلمه حق اختي لطيفه، بقولها وبصير. ما هقيتها منك وانت العود. تخلي الحريم يتحكمون فيك؟ الرمسه هذه ما تنقال الحين بين الريايين. عقب شوي بندخل المعرس. خلي الكلام هذا بيننا وبينك عقب. أنا جاي أقول كلمة حق أختي لطيفة. إن تم العرس لاني أعرفكم ولا أعرفها. وأنا أقول لك العرس ما بيوقف. ولطيفة استوت حرمة يمعة. لا تحاتين ولا عندك خبر. الرجال اللي واقفين برا بيعرفون يتصرفون ويا ابوك، اياني وياك، يوصل الخبر هذا حق الطوف ولا تعلمين غايوه تراني بزعل عليك. ان شاء الله، بس انا اخاف ما يخليني اجيكم مره ثانيه. لا فديتك اطمني، البيت هذا بتدشينه وغصبا عليه، سيري استانسي، سيري سيري، لكن تحملي، لا تعلمين حد. حاضر ان شاء الله. يلا سيري 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 سيري. تعالي تعالي. خير ان شاء الله. اخوك يا وكان ناوي على الشر. يبا يدخل يرمس لطيفة، لكني وقفت له وقفة وعطيت هاك العين الحمراء، والحمد لله صار وفتكينا منه. بس الظاهر انه تبرى منكم. برايه خليه يتبرى منه، هو نشاد عندنا من البداية، ترى بايعنا من زمان. دخيلك خلي بنيه تعيش حياته، بلا هذا على البنية، بلا ما يبغى تستانس حاله حال البنيات. يا حرمة مو بوقت الرمسة هذه، سيري عند معازيمك وخلي الناس فرحانه وفرحوا ودقدقوا وسووا اللي تبونه، وما يهمكم منه، خلوا علي انا. ان شاء الله ان شاء الله اللي تامر به ان شاء الله. الف الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله محمد. اسميه ان قلبي اليوم كان ناغزني من بوليلة. قلت هذا بيحضر علينا العرس وبيجلبه في وقته حت.
الحمد لله ان الليله عدت على خير. اي والله صدقك، بس تبين الصدق، يمعة طلع ريال، ريال والنعم. انا ما ادري بكيف تحمل كلام ابو ليلى هذا كله، تم واقف يسمعه وخلى ابو يوسف يرد عليه، ولا لو عليه هو ايه كان شال حرمت ابوي وروح. الحمد لله انها اليوم عدى، الحمد لله يا ابوي، الله يهني سعيد بسعيده. نعم أبوك موجود في لندن؟ شو كان بيقول لو شافك جالس وياي؟ أكيد بياخذ عنك فكرها بزينة. أبوي يعقل عنكي، لكن أنت إذا كنت في مكان أبويا شو بتسوي؟ ما أدري، صعب الواحد يتوقع شو بيسوي في مثل هالمواقف. ننسى كل اللي صار أو ننسى الكلام اللي في الرسائل. أنت منو؟ أنا اللي تعلمت أكتب لك رسائل على الآل الكاتب. أنا اللي قمت أقرأ جرائد كل يوم عشان أكتب لك أخبار البلاد. أنا اللي قمت كل مراسي المكتبة عشان أشتري أقلام وأوراق حتى أكتب لك رسائل. أنا اللي ركبت طيارة بيتك من آخر الدنيا علشان أشوفك. هذا أنا. ما في إنسان يخلى من المشاكل، حتى أنا، لكن أنا ما أحب أتكلم عن نفسي ولا عن هذي. هل تدرون أنك هني وياي؟ شو تقصد؟ يعني شكلك وايد ماخذ راحتك في البلاد هني. ما توقعت منك هالكلام. مثل انك ما توقعت ان شكلي بيكون غير عن الصوره. واضح ان الصوره شيء والرسائل شيء والواقع شيء ثاني. Thank you.
امي خاله لطيفه درت؟ لا امي ما درت ولا باها تدري. ما حد بياكلها الا ليلو، خالي ما بيخليها تطب بيتنا. ما عليك منها. ما ترام لو يسكون عليها 100 باب بعدها بتظهر. بس انا اللي معقرني الكلام اللي خالك عقها على ابوك. امي لا تتحسسين زياده عن اللزوم، خالي في حياته ما كنت سال عنك، هذا وانتي اخته كنت سال عنك؟ لا، بس الحين يوم شاف اخته بتتزوج واحد مو بياي زله طلع صوته. وانتي صادقه. واخوك وينه؟ تبين؟ عليا. هلا امي. سوي حسابك باكر بنصير بيت خالك. زين، والهان على خالي بعد. زين بعد انك تولهتي عليه، وزين بعد ان ابوك ما منعك عنه. امايا، ابويا ما يطريهم الا بالخير. ولد خالك خطبك وقلت خبرك، امه قالت لي ادري بك تبغي تخلصين دراستك اول. مثل ما قلتي، اخلص دراستي ويصير خير. هي بس يوم بسيري لهم لبسي عبا وشيلة. بنت كيف عرفت اني هنا؟ يني انتي؟ انا ما اقدر اجيكم هالفتره، تعرفوا ابوي شو بيسوي فيني؟ ما بيخليني اجي عندكم. احسن. شكله حلو اليوم صح؟ على فكره قريب علي بتستوي ربيعتي. انت ايش فيك مستخفه كذا؟ ياهل انت ياهل، وادري عنك هالسوالف، خلاص يوم تحطين شيء في راسك لازم تسوينه. ما كان يحتاج تسير لها لندن عشان تشوفها. علي موجوده هني في ابو ظبي. جبت لك صمون تسوينه بيدي. صمون؟ وانا اقول لك يوعان يوعان يا سراكض وياك من الصبح نشتغل نودي ونيب وداق صدرك وعشاك علي يا سرياك من الساعه اخر شيء يبي لي صمون؟ ما تبغي برايك. لا 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 هات هات دخيلك هات. تنكرت؟ شيء هريس وذبايح والدنيا الحين بعيب لك صمون؟ يا اخوي هات يوعان هات. صمون بعيب لي. أقول لك سلوم، أنت كم مرة صرت أبو ظبي؟ 3-4 مرات، آخر مرة يوديك المطار. طريق ضيع؟ أنت في شيء في خاطرك.
كم مرة صرت أبو ظبي والطريق ضيع، في شيء في خاطرك قول قول. ترى هي أبو ظبي ردت البلاد. منو هاي؟ عليا ردت البلاد. بعد عليا؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم صبرت يا روح، اللهم صبرت. وأنت منو خبرك؟ منو غيرها بعد؟ ليلى هذه تعرف كل شيء. والله في هاي صدقت، هاي تعرف كل شيء، تنبش عن الحوة وعروقها. أول ما رديت من لندن قلت خلاص بنساها، بس يوم عرفت أنها في البلاد ما أدري حسيت كذا، حسيت أني أبغى أشوفها. زين أنت الحين يعني شو تبغي؟ توقع لو سرت لها بقدر أشوفها؟ أيوة قول كذي مصطلح يسلف علي. بوظبي وين؟ وكم درب لين بوظبي؟ وكم مرة ساير بوظبي؟ أنا أبوي ما فيني أوصلك بوظبي، تسمع ولا لا؟ ميرسلني لين الحين وياك كل هالصمون، وعقب سير روح البيت ارقد ارقد، عندي ريالة بدفع له فلوس حق الليتات. عليا وعليا ضبيتنا. ماشي جبن. أبويا مو شار عليك بسالفة المزرعة هذه؟ علي أختك خاطر أسهل المزرعة كم من يوم، بس ما أدري كم من يوم تبتم. زين بنغير جو، عاد أنا ونورة يعني قررنا نبات في فندق وبنسير وبنرد عليكم. خير إن شاء الله. إيش حق فندق؟ مزرعة عودة ما شاء الله، فيها أحجار وايد ونظيفة وجاهزة. عاد نحن قررنا. قرارات المتزوجين دائما فاشلة، سواء أنت قررت ولا زوجتك. لكن شو أقول لك، أنت بكيف أحرار. أبويا بغيت أكلمك في موضوع غيره. خير. علي يا أبويا من ردت من لندن وحالها ما بعايبني، يعني شيلته وعبادته، مو مهتمة فيها الاهتمام هذاك، وأنا بصراحة مضايقني هالموضوع. الحين أنت المضايق ولا نورة المضايقة؟ المفروض أن كلنا نضايق. بعدين يا أبويا أنت ما ترضى على بنتك تطلع سافرة قدام الناس؟ أختك دوم حطي الشيلة على راسها، تشد مرة شفتها طالعة برا على البيت من دون شيلة؟ شعرها بطيء. أنا عمري ما فرضت شيء على عيالي، وربيتكم على المسؤولية وعلى الأخلاق وعلى الطيبة. أختك الحمد لله حشيم، سواء كانت في البلاد ولا في لندن. لا تظلم أختك، انظر لها بحب، انظر لك يا أخت. وصدقني هذا الغش وهذا السم اللي سامت أنك يا مرتك في قلبك بيتطهر، وبتشوف أختك غير وانت بترتاح. اسف. جلستنا هنا مو بأحسن عن جلسة البيت؟ ما حد عندك في البيت. لطيفة عرست وظهرت وغاية في الجامعة، وولت عقب ما يخلص الدوام ما يرد البيت. ويوسف ما أدري شو حل عليه، يبى يسكن بروحه، الولد كبر. وانت ايش حقت بين يتم صغير؟ ولطيفة بعد من كم من يوم ما كلمتني. عروس شو تبغين فيها؟ ولا ناوية تقولي لها شيء ثاني بعد؟ الواحد يقدر يقول شيء؟ عيالك اللي هم عيالك ما تقدر تقول لهم كلمة. يا أبوي الناس تغيرت. الناس ما تغيرت، الحياة هي اللي تغيرت. صدق قبل كانوا عدال بعض ساكنين، لكن الحين اللي اشتغل في أبو ظبي تحول، صار أبو ظبي تقرب لشغله، واللي صار دبي
واللي صار العيد، وفي ناس صاروا خارج البلاد يكملون دراستهم. وغايب بنتك ما ينعرف لها، الحين تتصل في ام الولد ما اعرف شو ارد عليها ولا شو اقول لها. هي قالت لي انها ردت عليهم. انا بنش واغسل يديه، ترى انا اليوم بنقيل هنا ان شاء الله. بطلت لك الباب الحين، فحوصات تقول انك حامل من شهرين. شو فيك متضيجة وزعلانة؟ خلاص يا بنت الحلال حامل، شو بنسوي؟ طبعا انت ايش عليك؟ كله على راسي انا. حمال 9 شهور ورضاعة 2، يعني ما بطلع من البيت. هذا اللي تفكرين فيه؟ افكري يلا يا بنت الحلال، افكري يلا، ترى العيال نعمة نعمة. عندنا 2، شو نبغى زيادة؟ شو نبغى زيادة؟ المواطنين هالكثر، نحن لازم نزيدهم، لازم نكون سبب في تكاثرهم. ايه تراك انت قبل قلت ما تبى زيادة عيال. يا سبحانك يا رب، يا سبحانك يا ربي، خالد فقد ولده ونحن ياسين نتضارب على رزقة رب العالمين. طبعا وانت شو بتسوي؟ كله على راسي انا. انا ما بسوي شيء، كله على راسك. أب كل شيء على راسك، بساعدك بس شوية. ساعدني؟ يلا روحنا. الله يهديك علي، قايل لك أنا مزرعة أمك ما بأسير. بس أنا خاطري أسير هناك ومتولها على المزرعة وما بأبات في فندق. إن شاء الله حاضر، بس بشرط ما بشوف حد من أهل أمك. إنزين، بس أنا خاطري أتم أكثر عن يومين. الله يهديك يا بنت الحلال، أنت روحك الحين جاية كم من يوم وتبغين تلفين الدنيا كلها؟ تبى صدق متولها على الإمارات كلها. والإمارات بعد متولها عليك. إلا بتخبرك أخوك عبد الله حد بيجيبه؟ بيطلع مع بطي وحرمته إن شاء الله. بطي وزوجته، شو رايك في افكار مرت بطي؟ تبصدك افكار اسلاميه. لا انا اقصد ان بعض الاوقات احسها تتكلم عن توجهات الدوله، يعني ما ادري، جمعيه الاصلاح افكارهم نفس افكار الاخوان المسلمين، يعني هذيله عندهم مشروع سياسي مو اجتماعي. هم عندهم حضور قوي في الجامعة الصراحة، ماسكين كل صغيرة وكبيرة. الله يستر، أنا خايف من هذا التوجه. بطي ما عنده أي توجهات، يحب حرمته ويدعمها. بقول له شيء بس ما باكر تخبرين لا أمك ولا أي حد. بطي خوك صار تنمو تجارته شوي شوي، وبعد عندي أخبار. مثل شو؟ من 2 عنده دعم مالي، وأتصور أن هذا الدعم الخارجي، لذلك التجارة عنده تنمو بشكل سريع. أبوي أبوي عم طوف اللفة. ما شاء الله عليك، تتذكرين كل شيء؟ لندن ما نسيتش حتى الدرب. إن شاء الله إن شاء الله. الحين بنا في رواية البحر الصغير كانوا النصوص يطلعون من البحر ويسيرون حق القرى الصغيرة اللي في الجزر، يسرقونهم وينهبون ويردون البحر مرة ثانية. إلا واحد ما رجع معاهم، شاف اللي يحبها وتم يطالعها لين الصبح، بالرغم إنه كان يسرق، بس هي سرقت قلبه قبل. الروايات تخلينا نعرف إنه في وايد قصص في هالعالم. لطيفة، أنا أفكر إني أكتب رواية. صدق والله؟ من يصدق شخص مثلي، مهندس آلات ثقيلة في الدفاع، ويقرأ كتاب كل شهر ويكتب رواية. وزوجته مقعدة. هذا أحلى شيء صار لي. ليش القراية تخلينا نتقبل الأفكار بكل بساطة؟ لأن الأفكار تحبسنا في أنفسنا، وكل ما صغرنا صغرت ويانا، وكل ما كبرت كبرت تقبل.
بتوافق أطلع في التلفزيون أتكلم عن الإعاقة ودور الأهل وتقبلهم وبث روح القوانين في المجتمع؟ شو فائدة القراءة والكتابة والرسائل إذا كانت بدون عطاء؟ بلادنا تستاهل يا لطيفة. عيل بطلع وبتكلم. بفتخر فيك. حياك الله. الله يقويك. شوف هذه صورة عيسى. ايش رايك في شكله؟ شوف شكله حلو. ليش؟ افكر انا يكون لي مراسلات وتعارف ما علي. حط صورتك. لا لا البنات يحبون صورة واحد حلو. وانت شكلك حلو اذا بنرمس عن الشكل. بنت اللي سرت لها لندن متعلقة بصورة واحد ثاني. يوسف انت وين تبى توصل؟ البنت اللي رحت لها لندن صدق خذت عقلك مع انك خبرتني انك ندمان. بعدين شفتك ويا سالم تخططون حق السفر وفعلا سافرت ورجعت. بس من رجعت تغيرت. أنا بكتب رسالة أخيرة لعليم بعترف لها بكل شيء. يوسف عيش حياتك وانسى كل هالسالفة. تدري روح ودي تعيش في كل هالمكان. قبل كنت أشوف كل شيء ميت بس الحين متفائل أشوف كل شيء أخضر. احنا ان شاء الله خلال سنة بنقدر نفتح اكثر من فرع في دبي والشارجة والانطلاقة بتكون من ابوظبي ان شاء الله. لكن عاده كيف بتعرف الناس والزباين بمشروعك؟ بنبدأ من الاسعار. صحيح انها بتكون عالية ومو مناسبة للكل بس نحن قاصدين نسوي هالحركة عشان نبقى نعتمد على الناس اللي بالمستوى الاعلى كدخل. حبيت الفكرة واشوفها في لندن وخاصة في المحلات العالمية. بالضبط نحن هذا اللي بنسويه. نبغى نحافظ على فكرة العرض. ما شاء الله رجعتي لأيام زمان أول ما خلصت الثانوية. أنا ويا أمك كنا محتارين نقول عبد الله شو بيتخصص شو بيدرس شو هوايته. ما شاء الله عليك الحين أشوفك تاجر أخافك تسوي هامور وتنافسني بالسوق. لا تمدح وايد يا أبويا لا يخترب ويغتر. بصراحة أبوي وسميرة جهدهم وياي ما بنساه. بارك الله فيك. اللي فهمته من كلامك ان مشروعك او محلك الله يبارك لك فيه يعني مو بحق الناس العاديه حق الناس المقتدرين. ما تحس انه يمكن ما ينجح او ما يكون عندك زباين وايد؟ نحن ان شاء الله بنقدم نوعيه ممتازه وبتكون مرغوبه للكل. بس اكيد مو عند كل الناس. وهل في الجامعة كل الطالبات ينتمون لجمعية الإصلاح أو لمجلس الطلاب؟ طبعاً لا. نحن فكرتنا وإدارتنا هي الأساس اليوم حتى لو ما تناسب فئة معينة. أنتوا تأسسون وتشتغلون على تشكيل فئة من الناس. في التجارة ما شيء فئة في مستهدفين. علي أتوقع أن نحن ياسين نتكلم عن مشروع عبدالله ومحله ما له داعي دخل الجامعة في النص. نورة قالت لازم نوصل لكل الناس مش لازم نوصل لكل الناس عشان نكون ناجحين. يصح الخدمات للكل لكن السوق والتوجهات لا. إن شاء الله بعد سنوات بنوصل لكل الناس ونحن اللي بنشكل وعيهم. آسفة بس أشك. مجتمعنا وهو قاعد يتطور محتاج منا أن نحن نكون أكثر حرص على قيم الإسلامية. بس الغرب تجاوزوا هالفكرة إلى المدنية. صدعتوبنا يا جماعة الخير ممكن نناقشون قضايا الأمة ونحن نتعشى.
إلا أبوي سميرة ما كلمتك؟ قالت لك بتوصل متى باكر؟ سميرة ما قالت لي بصراحة. اسمحوا لنا يا جماعة، نحن هنا من أبوظبي عشان نجلس وياكم ندور الجمعة العائلية. ما كنت أتوقع أنكم بتيبون سميرة، هذه وحدة غريبة. تراها جزء من عائلتنا. من متى؟ من متى هي جزء من عائلتنا؟ هذه حرمة مختلفة، عادات تغير عاداتنا، حياة تغير حياتنا. عيل وين القيم وتقبل الآخر؟ كنا نتكلم عن الحفاظ على القيم. آخر الكلام، إذا هذه جت هني أنا وحرمتي برد بضبي. شهر رمس بعد هذه؟ لا أنا ولا حرمتي بنت، لا شفني ساكت عنك أنا. يلا قم، قمت بحرمتك، قم. الله العظيم هذه رمسة، الله يهديهم. بس يلا بيتعشوا تعشوا تعشوا عليكم منهم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاطة العمرة هالدريول والسيارة وتحوط تحوط تدورني، شكلها اليوم بتلقي القبض علي. من البداية قلت لك لا تعطيها وي، خلها بروحها. علي وين الحين؟ والله لا أخليك تلحقني من مكان لمكان عشان تعرف. هاي كانت تراسل واحد من منطقة بعيدة ومات وانقطعت الرسائل بينهم. ايه هذا منو؟ تعرفين انت؟ انا لاحظ ان انت تتكلمين عن جمعية الاصلاح اكثر ما تكلمين عن الجامعة. الجمعية كيان وقيم ولازم نؤمن فيها ونشتغل عليها. اما موضوع الجامعة هذا سهالات اموره طيبة لا تحاتي. انا باخذ الليسن وبسير ورد روحي، مو بجايز لي ابوي يسترياني بالساعات. خالاتك لطيفة ان شاء الله بتوصل باكر بالسلامة على ما ظن. صدقين؟ طلعتي اصغر من اللي تخيلته. صدقين انت بعد طلعتي احلى من اللي تخيلته؟ البنت اللي شفتها في لندن جايه عندنا هنا، ما ادري ليه تقولي الصدق ولا تدس عليه، بس اذا هي هني لازم اشوفها.